لا تنسى الاشتراك في القناة إذا أعجبك الفيديو ليصلك كل جديد إذا أردت طبعا. سيواجه المنتخب الجزائري المنتخب الطوغولي على أرضه وبين جماهيره في تصفية كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون. ويسعى الناخب الوطني جمال بلماضي من أجل العودة ببطاقة التأهل خلال الجولة الخامسة ومن أرض الطوغو قبل الدخول في أي حسابات إضافية. وستكون مهمة المنتخب الجزائري يوم 18 من نوفمبر صعبة جدا، وخاصة وأن اللاعبون سيلعبون فوق أرضية اصطناعية وهي التجربة الأولى لبعض اللاعبين. كما قلت المباراة ستكون يوم الأحد 18 من نوفمبر على الساعة 4 بتوقيت الجزائر. وإن أبرز القنوات التي ستنقل اللقاء وهي بي ان سبور أرابيك 2 HD وكانال بليس سبور أفريك وأيضا سبور أفير 2 HD والقناة المفتوحة التي ستنقل المباراة مجانا وهي تي في تي توغو تي في تي انترناسيونال والتي ترددها هو كالتالي 11900 والاستقطاب أفقي أش أوريزونتال والرمز الذي هو سيمبول وهو 27500. وهذه القناة متاحة على قمر اتصالت 9 او اتصالت 9 او. وتشكيلة المتوقعة حسب أبرز المواقع والصحف الجزائرية وهي كالتالي: عز الدين دوخة في حراسة المرمى، يوسف عطال على الجهة اليمنى من الدفاع، فارس على الجهة اليسرى، طاهر بن سبعيني في وسط الدفاع، أسامة شيطة، إسماعيل بن ناصر، سفير طيدير في وسط الميدان. وسيكون الهجوم مقادا من قبل رياض محرز، صوفيان فيغولي، وأيضا بغداد بونجاح. لا تنسى الاشتراك في القناة إذا عجبك الفيديو ليصلك كل جديد إذا أردت طبعا.